هنايا في الحشو عندي 3 كيلات كاكاو، نخلط هنا خلطت شوية لوز معاه. ديروا المكسرات اللي عندكم، بنفس الكيل راح ندير السكر، نخلطهم مع بعضهم، راح نزيد لهم شوية زبدة باش تبقى باش يجي الحشو طري. ونجمعوا بما ظهر، هكا نجمعوه بصبعنا بطرف صبعنا برك، نغطيه ونخليه يرتاح. في العجينة هنايا عندي 3 كيلات تاع فارينة، استخدمت هذه هكا، راح ندير لها قرصة ملح، ندير لها شوية فاني، نخلطهم مع بعضهم. عندي هنا كيلة سمن ذايبة وخليتها حتى مبردت، يعني دافية كيما نقولو، تنحات السخانة هذيك الكبيرة، حطها فوق الفارينة ونبسس هذيك الفارينة مليح. ونبدا نبل فيها بما ظهر حتى تولي العجينه تشبه عجينه البقلاوه والقريوش هكا، ما نعجنوهاش، ديروا بالصباع برك. ها هي كي العجينه لميتها، درك راح نخليها نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل نص ساعه. هنا بعد ما ريحت العجينه راح نحلها. هنا راح نستعمل هذه القطعه، القطر تاعها 8 سنتيم هكا باش يجيو الحبات كل يعني قد بعضهم. اللي ما عندهاش الميزان باش دير كويرات وتوزنهم، ديروا هكا خير. هنا حنجيب الحشو تاعي، نديرو هكا على شكل شو الحربوش كيما نقولو، نحطوه هنايا وندورو الحبة هكا، من بعد هنايا نقفلوها مليح، نجيو حتى لهنا هكا ونقفلوا الحبة. هكا ردوها بهذا الشكل، نخدمو هكا ديما نقفل هذوك الطراف كيما راكم تشوفوا، قبل نرقق شوية الحواف تاعو باش يجي متحوف كيما نقولو. ها هي كي الحبة، هنايا شكلت. بعد ما شكلت الحبات خليته يرتاح شويه، يسمى باش ما يديرش الشكل تاعو، ما يتبدلش الشكل تاعو. ودوكا راح ندخلو يطيب ونعتهو لكم من بعدا، يعني كي نخرجوه. هنايا بعد ما طاب الكاطو راح نسكرو وهو سخون، نديرو هكا في السكر. ندير له هكا السكر، وندير هنايا شوي سكر في الصفاية، ونزيد ندير له هكا من فوق. هكا هنا راح نعت لكم كيفاه نستعمل هذا. راح نديره اولا في السكر العادي الابيض، يعني
نركز هنايا كشغل على جهة واحدة، وهنايا جبت ورقة راح نحطها هكاك شغل على النص وندير اللون اللي بغيتو. هي كي خرجت يعني نص بنص، واذا تبغيو ديروها يعني ثاني حبة كاملة، من الافضل يعني ديروا لها السعر الابيض ومن بعد ديروا لها السكر الملون. هذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربت حبات هنا بهذاك السكر الملون، ان شاء الله تكون المهم عجبتكم. نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.